وينضم إلينا من مغسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. مرحبا بك معنا خالد، ما الذي يجري وآخر التحديثات بخصوص ربما الخلل التقني الذي ضرب العالم بأكمله وقطعا تأثرت به فرنسا؟ نعم بسنت، بعد التحية، منذ أن علمنا من اللحظة الأولى تنقلنا بكاميرا القاهرة الإخبارية إلى أحد أهم المحطات الخاصة بالقطارات، قطارات السكك الحديدية هنا من خلفي محطة سان شارل، ولمسنا، وبالرغم من أن يعني مواعيد المغادرة والاستقبال وأيضا الحضور هي كما هي، إلا أن هناك تخوفات كبيرة جدا. لمسنا هذا العدد الكبير من خلفي لكثير من المسافرين، حدثت حالة من محاولة الحجز سريعا للسفر، وبصفة خاصة بسنت تدركين أن فرنسا في هذه الأيام أو بعد أسبوع ستستضيف الألعاب الأولمبية، حدث هام جدا. ولهذا وكالة الأمن السبراني الفرنسية أكدت على أنه لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي هو هجوم إلكتروني. أيضا اللجنة المنظمة للأولمبياد باريس قالت أنها تأثرت بالفعل بهذا العطل التقني أو الأعطال التقنية العالمية. حتى الآن لم تتأثر المطارات الفرنسية، ولكن إير فرانس أعلنت أن هناك بعض من الرحلات يمكن أن تتأثر في الساعات القادمة، ومنها أيضا شركة رايانير وكثير من الشركات التي تقوم باستخدام المطارات الفرنسية كترانزيت أو كنوع من أنواع الاستراحة للتنقل إلى دول أخرى. الصحف الفرنسية أو القنوات الفرنسية قامت باستضافة الكثير من الفنيين الذين جميعهم أكدوا على أن عملية تحديث مايكروسوفت أحدثت كثير من المشاكل، وأن هذه العملية يمكن أن تستغرق ساعات ووقت طويل، وبصفة خاصة ونصحت الكثير بعدم محاولة الدخول إلى المواقع الإلكترونية الآن وإيقاف بعض من العمليات الشراء الإلكتروني وغيرها حتى تستطيع دول العالم المرور من هذا المأزق الإلكتروني الكبير. كل ما نستطيع القول أن جميع القنوات الفرنسية أكدت أنه ليس عطل تكنولوجي ناتج عن هجوم سيبراني إلكتروني، ولكنه خلل تقني. إذن كيف يرى المواطن الفرنسي ما يجري من خلل تقني، وكيف تأثرت حياته بذلك؟ يعني ما حاولنا أن نلمسه هو الخروج إلى الشارع والدخول إلى محطات المترو الكبيرة ومحطات أيضا القطارات، وكنت أتمنى لو كان عندي يعني وقت كنت ذهبت إلى مطار مارينيان هنا في مدينة مارسيليا لرصدي أيضا. دائما كما عودنا المشاهد على القاهرة الإخبارية لا نكتفي بنقل الخبر ما يكتب أو ما يقال في القنوات، ولكن بنلمس في الشارع هناك قلق، هناك تخوف أيضا من أصحاب التجارة، وبصفة خاصة أن فرنسا على أهبة الاستعداد لاستقبال فعالية كبيرة جدا. جرت العادة على أن فرنسا قامت يعني استعداد كبير لها، وبصفة خاصة فرضت حالة من حالات يعني الطوارئ في الشوارع وفي الميادين لتجيء هذه يعني هذا العطل في محاولة طبعا للخروج من هذه الأزمة. حاولت إير فرانس التطمينات، ولكن كل ما نستطيع القول بأن فرنسا لم تتأثر كما تأثرت مثلا بلدان أخرى منها بريطانيا أو إسبانيا حتى الساعة نستطيع القول، لأن يعني هناك بالتأكيد في الساعات القادمة ستكون هناك أحداث يمكن أن تؤثر حتى على بث بعض القنوات التلفزيونية طبعا والمواقع الإلكترونية. قد يبدو الأمر صعبا للغاية في هذه الأوقات لتحديد ما في فرنسا. بسنت، أريد أن أتأكد منك خالد بخصوص الرحلات، ربما هناك اضطرابات في بعض الرحلات كما أنت ذكرت، إذن هل هناك طريقة تواصل ما بين المسافرين وبين شركات الطيران؟ يعني الأمور لم تتأثر بهذا الحد وبالتالي يمكن إخبارهم عن تعطل الرحلات أو تأجيل الرحلات أو ما إلى ذلك؟ يعني الحقيقة عندما تقومين بحجز تذكرة بتكوني يعني قمتي بإرسال الإيميل الخاص بك
أو رقم الهاتف، ولكن الأعطال يمكن أن تضرب أيضا يعني شبكات الإنترنت، ولا يمكن مثلا تقديم هذه الرسائل سواء عن طريق الهاتف أو حتى لذا عن طريق هذا كان الميل. مغزى سؤالي، ولهذا نستطيع القول هذا كان مغزى سؤالي، يعني هل بالفعل ضربت الإنترنت في فرنسا؟ حتى الآن لا، ولكن هذا هو متوقع، يعني يمكن القول بأن الشبكات حتى الآن لم يتم التأثر بها في فرنسا، شبكات الاتصالات المتواجدة في فرنسا جماعة حتى الآن تعمل، ولكن التخوف هو في الساعات القليلة القادمة، لكن العطب أو العطب التقني حتى الآن لم يمس بعض القنوات الفرنسية التي يمكن أن يتم قطعها نتيجة لهذه المشكلة. تحدثوا في صباح هذا اليوم مع المختصين وأيضا شبكات الإنترنت، ولهذا وجدنا الكثير من المسافرين من خلف متواجدين يعني يسارعون لأخذ القطارات قبل أن تتوقف حركة القطارات، بالرغم من تأكيد الرئيس شركة SNCF بأن الحركة مستمرة في القطارات وأيضا في قطاع المترو داخل المدن الفرنسية، سواء في العاصمة الفرنسية باريس أو في مارسيليا أو في ليون أو في غيرها من المدن الفرنسية الأخرى. نستطيع القول بأن التأثر سيكون على شركات الطيران، منها شركة KLM الفرنسية الهولندية وأيضا شركات رايانير، وهذه الشركات أيضا بتعمل في إطار رحلات مكوكية سريعة مثلا إلى إسبانيا وإلى بريطانيا، وإذا إذا كان هناك مشكلة في إسبانيا أو في بريطانيا فبالتالي ستنعكس أيضا على المطارات الفرنسية طبعاً. من ساعة لأخرى. أشكرك شكرا جزيلا ضيف من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، شكرا جزيلا خالد على كل هذه المعلومات.